نعود مشاهدينا الكرام إلى موضوع روهينجا المسلمين في ميانمار. معنا من مكة المكرمة سيد صلاح عبد الشكور، رئيس المركز الإعلامي الروهينجي. مرحبا بك سيد صلاح. نبدأ من المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقها في الجرائم ضد مسلمي روهينجا. كيف ستسير مجريات هذا التحقيق وسط التعتيم والعرقلة من الحكومة في ميانمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبر خبر المحكمة الجنائية. طبعا قبل تقريبا أسبوعين صدر تقرير من لجنة تقصي الحقائق. هذا التقرير الذي صدر في 400 صفحة تقريبا سلط الضوء بشكل مركز على الانتهاكات الجسيمة التي صنفت بكل الأدلة على أنها جرائم حرب وجرائم الإنسانية وإبادة جماعية. هذا الموضوع تطور الآن، رفع إلى المحكمة الجنائية التي أعلنت أنها مختصة في التحقيق في قضايا التسجيل الجماعي الذي حصل للروهينجا نحو بنغلاديش، الذي يعني حقيقه نحن نخشاه ان تتدخل الصين وروسيا، وهما دولتان قد كانتا رفعتا في قضايا سابقه لحمايه دوله ميانمار من العقوبات ومن الادانه الدوليه. يعني هذا الموضوع حقيقه هادف يقلق الروهينجا في انحاء العالم، انهم يترقبون وينظرون أن ينصفهم العدالة الدولية من هذه القضايا التي طالت عقود وهم ينتظرون انفراجة بهذه القضية. يعني سيخرج هذا التحقيق بنتائج واقعية ممكن أن تجلب الجناة إلى قفص المحكمة؟ نعم. تحديد أشخاص معينين في من 6 جنرالات تسببوا في هذه الإبادة الجماعية الأخيرة التي حصلت في أواخر 2017 للميلاد. إضافة إلى ذلك هناك مؤسسات في الدولة قامت ب يعني منها مؤسسات الجيش الميانماري قاموا بالتخطيط لتنفيذ سياسة موهجة تؤدي في النهاية إلى إفادة قضية الروهينجا، وكلها مثبتة بالأدلة. هنالك ميانمار طبعا تحاول بشتى الوسائل الآن في هذه الفترة محو كل آثار الجريمة. هنالك لجنة دولية أخرى أيضا دخلت إلى ميانمار قبل يومين. هذه اللجنة مهمتها تقصي أدلة الجرائم فيما يتعلق بإحراق قرى الروهينجا وفيما يتعلق بالأدلة الجنائية التي تتخذ يعني مسار من ناحية جمع أدلة أكثر حول هذا الموضوع. السعودية دعت إلى التحرك لوقف الإبادة ضد مسلمي الروهينجا، هل ستلقى بحسب متابعتك استجابة دولية؟ وما الخطوات الواجب اتخاذها لتجنيب المزيد من المجازر؟ نعم. هل ستلقى دعوة السعودية استجابة برأيك؟ نعم. هل ستلقى دعوة السعودية إلى محاسبة المقترفين مجازر ضد الروهينجا دعوة، ستلقى هذه الدعوة استجابة من المتابعين لهذا الشأن؟ والله نعم، نحن متفائلين بخير، وخاصة أن الفترة الأخيرة هنالك عدد كبير من الدول تسعى، ومن بينها السعودية والكويت رفعت دعاوى في محاسبة ميانمار وفي يعني فرض العدالة، وأيضا محاسبة المجرمين المتورطون من جيش ميانمار. ما نأمله حقيقة نحن يعني نناشد ونرفع صوتنا نحن أقلية الروهينجيا أن هنالك كثير من الدول وقفت موقفا يعني هادئا وباردا يعني من قضية الروهينجيا. نحن نطالبها وندعوها حقيقة للتحرك، لأن كل هذه الأصوات إذا رفعت في العالم أتوقع أن المجتمع الدولي سيكون له صوت وفرض رأيه في صوت العدالة والقوة يعني التي ننتظرها حقيقة منذ سنوات طويلة. ونحن نشاهد يعني آلاف الروهينجيا الذين راحوا في هذه المسافة ومن هذه المسافة. شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة السيد صلاح عبد الشكور، رئيس المركز الإعلامي الروهينجي.